بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد من فتاوى الناس. نتحدث اليوم عن صلاة الضحى، وسؤال حلقتنا على صفحة الفيسبوك: هل تحرص على أداء صلاة الضحى؟ ومعنا معكم فضيلة الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما يسعدنا أيضا تواصلكم معنا عبر الSMS والاتصالات التليفونية والإجابة على جميع التساؤلات، ونأمل من هذه الحلقة أن نضع نقاط الرأي الفقهي على حروف تساؤلاتكم. أهلا بكم فضيلة الدكتور أحمد ممدوح، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ رامي، مرحبا. بداية يمكن لو نوضح في البداية الحكمة من صلاة الضحى، ما هي الحكمة من صلاة الضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاة الضحى من الصلوات النوافل. نعم. احنا عندنا الآن الصلاة تنقسم إلى الفرائض وإلى غير الفرائض. الفرائض اللي يجب على الإنسان أن يؤديها، وإذا فعلها أثيب وإذا لم يفعلها أثم، وهن الخمس صلوات المفروضات، خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة في الحديث الشريف. نعم. ما سوى هؤلاء الخمس ليس من الواجبات، علشان ما نقعدش نعدد فنقول الوتر، الضحى، قيام الليل إلى آخره. كل ما سوى الخمسة يعتبر من النوافل، إذا فعله الإنسان أثيب وإذا لم يفعله لم يأثم. نعم. النوافل دي برضه درجات. ما هماش على درجة واحدة، وإن اشتركوا في عدم الإثم بالترك والثواب بالفعل. الثواب بالفعل، ثواب بالفعل وعدم الإثم بالترك. نعم. مش مشتركين في المعنى ده، لكن درجات، في منهم أثوب من الآخر وفي منهم آكد من الآخر. فمثلا نجد إن في حاجة اسمها الرواتب، السنن الرواتب. نعم. أو المؤكدات، دي اللي كان بيواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتركها مثلا في حضر ولا في سفر، زي الوتر وزي سنة الصبح. نعم. لم يكن يتركها أبدا، لا في حضر ولا في سفر، وكان في السفر لا يتنفل إلا الاثنين دول بس يتمسك بيهم. نيجي مثلا نلاقي السنن المؤكدة اللي كانت مقترنة بالصلوات المفروضة، ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعة الوتر. فيها حاجات تانية بقى ليست من الرواتب. نعم. زي مثلا إحياء ما بين العشاءين، إن أنت تحيي ما بين العشاءين، وورد في بعض الروايات أن هذه هي صلاة الأوابين، يعني صلاة الأوابين أطلقت على صلاة الضحى كما سيأتي، وأطلقت أيضا على إحياء ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء، زي سنة الجمعة وهكذا. يعني هنلاقي حاجات كتير من هذا القبيل. فصلاة الضحى من السنن المؤكدات، الصلوات السنن المؤكدات التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سألتني ما الحكمة من هذه الصلاة؟ صحيح. نعم. الحكمة من هذه الصلاة غير الثواب، جاءت أو يمكن أن تفهم من الحديث الشريف الذي ورد، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة صدقة. إيه السلامة دي؟ السلامة دي هي المفاصل، مفاصل الجسد، هي في الأصل تطلق على مفاصل الكف، عظام الكف، وتستعمل أيضا في باقي مفاصل الجسد. فكأن أنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة، هذه النعمة قد لا تكون تدركها، لأن اعتياد النعم يجعل الإنسان أحيانا في غفلة عنها. شاب بصحتك، بتشوف، بتسمع، بتبصر، بتجري، متذوق الحياة، مقبل عليها، يجي البعيد فجأة يمرض، فيبقى مش قادر انه يتحرك او مش قادر انه يمشي او تعبان او بتاع، يبتدي يشعر بالنعمه المسلوبه منه، وهي مثلا تبقى مسلوبه مؤقتا او كده، لكن اعتياد النعم بيجعل الانسان في غفله عن ادراكها احيانا. طيب انت لابد ان تشكر هذه النعمه التي انعم الله بها عليك، نعمه هذا الجسد وهذه المفاصل التي تحركها بهذا الابداع وكذا الى اخره. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن كل ذلك ركعتان يصليهما من الضحى. من الضحى. من الضحى يجزي عن كل ذلك ركعتان يصليهما من الضحى. نعم. فيبقى شكر النعمة المطلوبة منك يا أيها الإنسان بأشكال متعددة أو على نعم متعددة، يجمل هذه الشكورات المتعددة المختلفة على هذه النعم المتعددة أن تصلي ركعتين من الضحى بهاتين الركعتين، وكأنك قد أسديت شكر يومك وليلتك. نعم. لكن هعود مرة أخرى للحديث حول هذه النقطة، خاصة اللي ممكن يفهم من هذا الأمر أن في ثواب على هذه الصلاة والأفعال الأخرى، يمكن الأفعال الأخرى اللي تحدثنا عنها الأمر بالمعروف وغير ذلك من الصدقات، فهنا أيضا مع الحركة في هذه الصلاة سواء المفاصل والقيام والركوع والسجود، هل يثاب الإنسان في هذا الأمر أو من خلال هذا الأمر يفهم من خلال هذا الحديث هذا الشيء؟ لكن هذا بالاتصالات المشاهدين في الأول. ومناصر من اسكندرية، اتفضلي يا فندم. الو. اتفضلي يا فندم. الو. سامعين حضرتك، اتفضلي. ازيكم عاملين؟ الحمد لله. ليا بس سؤالين لو سمحت. اتفضلي. عايزه بس اول سؤال، اللي انا بسال اللي انا بعمل شغل البيت كله، بس باجي عند الصلاه مش بقدر اقوم واركع، باخد اول بس ركعه وانا واقفه بس، وبعد كده بكمل الصلاه وانا قاعده، عشان لما باجي بقوم وبقف بنهج مش بقدر. تاني سؤال، اللي انا مش بعرف اقرا المصحف عشان اصلا مش متعلمه، فاهم؟ بس مش بقدر اقعد بقى واصلي. تمام. ماشي. الو. تمام. في سؤال اخر؟ الو. سامعين حضرتك، اسئلتك وصلت. لو سمحت ليا بس سؤال تاني. اتفضلي. عايزه بس اسال، اللي انا كنت متجوزه ومتطلقه، وجوزي وطليقي بس كان بياخد مني بكر والكلام من ده، وهو سلوكه وحشه يعني، فاهم؟ طب ايه السؤال برضو؟ انت عندك بنت من طليقك وطليقك بيجي ياخدها، ها؟ صح؟ قفلت؟ يا أم ناصر حاولي تتواصلي مرة أخرى معانا في الجزء الخاص بالسؤال الأخير. يمكن كنا نتحدث عن الحكمة من هذه الصلاة وفضلها هنا، يمكن فضلها هنا أن هي تأتي أيضا بالكثير من الأفعال اللي ممكن يقوم بها الإنسان، الأفعال الحسنة مثل الأمر بالمعروف وغير ذلك. لا هي مش متضمنة الأمر بالمعروف ومش متضمنة الكلام ده، لكن هي الحديث بيقول لك أن أنت مطلوب منك أن تشكر نعم معينة بأن تتصدق عن كل مفصل من مفاصل الجسد شكرا لنعمته. ايه اللي يسد عنك الصدقة دي؟ انك تسبح، دي تبقى صدقة، انك تهلل صدقة، تكبر صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، تحمد الله صدقة. في بقى حاجة جامعة تسد عن كل المذكور ده، انك تصلي ركعتين ضحى، يبقى انت شكرت نعمة المفاصل بتاعت جسدك كلها عن اليوم والليل. بس هذا هو المعنى. نعم. هعود مرة أخرى أيضا للحديث حول صلاة الضحى، لكن نذهب لأمة الله من الإسكندرية. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم، سامعينك. حاولي تتواصلي معانا مرة أخرى. يمكن الاسم هنا، لماذا سميت صلاة الضحى بهذا الاسم؟ بالنسبة إلى التوقيت الذي تقع فيه صلاة الضحى، احنا عندنا في صباح وفي ضحى وفي ظهر وفي مساء. نعم. ها؟ فحتى يقول لك ايه، أصبح، أضحى، أمسى، سارة. ها؟ دي أخوات كأنها دي. نعم. ماشي، بس مش عايزين سارة. فأضحى دي نسبة إلى الضحى، أمسى نسبة إلى المساء، أصبح نسبة إلى الصباح. نعم. فالتوقيت الذي تكون فيه صلاة الضحى اسمه الضحى، فهي نسبت إليه أو سميت بهذا نسبة إلى ذلك التوقيت الذي نعم. تكون فيه، فهي تكون في وقت الضحى من اليوم. على سبيل التحديد متى يمكن أن أصلي الضحى، متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد الشروق بحوالي تلت ساعة. تلت ساعة كما ورد في الحديث، حتى ترتفع الشمس مقدار رمح، لان يجي زمان كده الرمح بتاع العربي يغرسه في الرمل، تمام، وله طول معين يعني ما بيتغيرش كتير، يغرسه كده. فالشمس طالعه من الافق اهي، طالعه 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 طالعه، وقفت عند ايه؟ راس الرمح. نعم. فده طلوع الشمس بمقدار رمح. ده حوالي قد ايه؟ تلت ساعه. تلت ساعه من الشروق. ويظل عندك امكانيه انك تصليها حتى قبيل الظهر، قبل الظهر بشويه. نعم. هعود اللي هو وقت الزوال يعني. يمكن في برضه الاس ام اس بعض التساؤلات الخاصه بهذا الامر. يمكن في بعض بيقول ان هم يعني سمعوا من بعض العلماء والمشايخ ان هي قبل الظهر يمكن ب4 دقائق، يعني صحيح ام لا؟ هنعود لهذا الامر ونجاوب عليه، لكن نروح مبسمه من القاهره. اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عندي بس 3 اسئله. اتفضلي. اول سؤال، انا بصلي كل يوم الفرض، كل فرض بفرضه الحمد لله رب العالمين، ومع فرض فايت عليا في وقتها، يعني مثلا الظهر معاه كمان ظهر قديم طبعا مع السنن، بصلي كله ما بخليش حاجه الحمد لله والشكر لك رب العالمين يعني. بس انا ليا سؤال في حاجه، انا امبارح بصلي الفجر، فجيت صليت اول السنه، بعد كده الفجر، وبعد كده بصلي بقى الصبح اللي عليا، يعني انا كل يوم بزود حاجه من اللي فات، فقلت الصبح قضى من اللي عليا، الله اكبر الله اكبر، نويت اصلي الصبح قضى من اللي عليا، وانا كان المفروض اقول فجر ما دام انا كنت بصلي وقتها الفجر، يعني انا صليت السنه امبارح والفجر، وبعد كده صليت من اللي عليا قلت صبح، ما نطقتش فجر، لان انا قلت الفجر المفروض في وقتها، فده حاجه انا بصليها قديمه من عليا من زمان، فقلت صبح، فهل كده يجوز ولا المفروض كنت قلت برضه فجر نظرا ان انا كنت بصلي الفجر يعني؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، ان انا كنت في الشقه يعني بزعق لبنتي وكده، فقلت لها والله لو ما ذاكرتيش لازعق لك، فوالله دي انا عايزه اطلع كفاره يمين، بس انا ليا سؤال في حاجه، اطعم 10 مساكين ينفع ادي مثلا 100 جنيه لشخص واحد غلبان مثلا واستسهل، ولا لازم ال10 يعني لازم ال10 افراد؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث اللي هو الاخير بقى، ان انا دايما بتجيلي رؤيه فيها ان انا ببقى واقفه ببص على البحر. الو، تمام، مسامعين حضرتك يا فندم. دايما بتجيلي رؤيه ان انا واقفه وشايفه البحر قدامي من معظم الاحلام، فانا عايزه اعرف ده ايه، هل انا مسيري هغرق مثلا في البحر، ولا دي بشرى لايه يعني ان انا ببقى واقفه وشايفه البحر قدامي، فده ايه يعني؟ مش ان انا بغرق فيه في الحلم يعني، لا انا واقفه بتفرج عليه، ببص عليه في الحلم في الرؤيه، فانا عايزه اعرف بس ده ايه. بس انا بالنسبه بس للسؤال بتاع كفاره اليمين، بس عايزه اعرف يعني لازم اعدي على شخص ال10، ولا ممكن ادي مثلا لواحد وخلاص المبلغ كله؟ تمام. بس ده سؤال يعني عايزه اساله بس، وسؤال الصلاه، وجزاكم الله خيرا. شكرا، اشكرك يا ام وسمه، شكرا جزيلا على هذه الاسئله. ام عبد الرحمن من القاهره، اتفضلي يا فندم. يا ام عبد الرحمن، حاولي تتواصلي مع الاستاذ محمد من الجيزه. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل معاك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا استاذ محمد. الله يسلمك، سؤال واحد بعد اذن حضرتك. اتفضل. الله يكرمك، انا متزوج وعندي ولد وبنت يا استاذ محمد خط قطع. حاول تتواصل مره اخرى معانا يا استاذ محمد. استاذ محمد يمكن برضو كمل اتصاله مع الكنترول، وكان بيسال على تحديد النسل. هنجاوبك، ويا ريت كمان تتواصل معانا مره اخرى لو في تفاصيل اكثر عايز تضيفها لسؤالك. امه الله من الاسكندريه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا ليا سؤال بالنسبه، عايزه استفسر على حاجه معينه. جوزي متوفي من حوالي 4 شهور، الله يرحمه. ربنا يرحمه. بس كانت وفاته غريبه يعني هو توفى وهو كان في حاله جماع معايا. ربنا قضى ان هو السر الالهي صلع معايا، هو كان مصلي الفجر وقاري قرآن بعد الفجر، بس ربنا حكم بالوضع ده. أنا عايزة استفسر على سؤال، أنا كان جوزي من النوع اللي كان بيقرأ قرآن كتير وبيصلي كتير، بس هو نهايته أنا حزينة جدا علشانها، ان هو هل هو مات على جنابه؟ قابل ربنا على جنابه؟ هل هو كان هي خاتمه مش كويسه بالنسبه له؟ الموضوع ده يعني عامل لي حاله صرع نفسي جوايا. يعني انا وانا بنام بقوم من النوم وانا متشنجه بنفس الوضع. طيب يا ماما خلاص ان شاء الله احنا فهمنا، وان شاء الله نجاوب حضرتك، وان شاء الله الاجابه تكون مطمئنه باذن الله. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وان شاء الله نطمنك على هذا التساؤل. استاذ محمد من بني سويف، اتفضل يا فندم. يا استاذ محمد عليكم السلام، يا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا استاذ محمد. اتفضل. الصوت مش واضح. اتفضل يا استاذ محمد. حاول تتواصل مره اخرى معانا يا استاذ محمد. استاذه زينب من الاسكندريه، اتفضلي يا فندم. يا استاذه زينب. ايوه انا معاك يا حبيبي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازي فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا على الهوا ولا لسه؟ انت على الهوا يا فندم معانا، اتفضلي. ايوه هقول لحضرتك حاجه، كل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير يا رب. الله يخليك. بص يا حبيبي، انا عندي 73 سنه، واخد بالك؟ ربنا يديك الصحه يا رب. الله يكرمك. وانا لما باجي بصلي ساعات بنسى ان انا في الثانيه، في الركعه الثانيه او الاولى، وساعات انسى التشهد، ارجع اعيد الصلاه. انهي تشهد؟ ده كده صلاتي. انهي تشهد؟ في حاجه ثانيه. انهي تشهد اللي بتنسيه؟ اللي هي في ثاني ركعه. طيب ماشي. ابقى انا شاكه ان انا صليت اول اثنين ولا واحده، بس بكمل يعني. ده بالنسبه للصلاه. بالنسبه لساعات بقى انا مريضه السكر، ساعات لما اخذ لما اتوضى واجي ارفع الصلاه احس ان انا في لما اخذ ميه نزلت، بس مش ميه، احس كده نقطه بس، انا ببقى اروح قطع الصلاه واروح اتوضى تاني. ده اللي انا يعني عامله عليه، ان انا ببقى قلقانه منه. اما من حكايه النسيان بقى، ساعات ممكن اصلي اقول الفاتحه واقول صوره صغيره، ارجع الاقي نفسي ان انا قلت صوره، اقول يا رب قلت الفاتحه ولا ما قلتش. الحاجه دي مخولاني ومضايقاني، وليا مده عايزه اتصل بحضراتكم ان انا عشان يعني افهم انا اعمل ايه في اللي انا فيه ده. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا دكتور. شكرا. شكرا يا حاج. اشكرك شكرا جزيلا. يمكن اعود مره اخرى هنا للحديث حول صلاه الضحى، مره اخرى لحديثنا. يمكن اتصالات المشاهدين مش عايزانا نكمل هذه النقاط. معنا استاذ احمد من القاهره، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ممكن اكلم حضرتك الشيخ فندم؟ اتفضل يا فندم معاك. انا دلوقتي حضرتك يا فندم، انا عارف ان اللي مش في الموضوع، بس حضرتك انا كنت نايم، يعني صحيت من النوم لقيت ان انا حافظ بعض ايات في القران انا ما كنتش حافظها خالص. معايا يا فندم؟ معاك جدا. فيعني كانت الايات هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. فأنا قمت من منامي يا فندم، قمت من النوم لقيت نفسي إن أنا حافظها وما كنتش عارف إن هي في القرآن حتى، صدقني. فهل دي يعني فيها إيه؟ يعني ممكن تكون حضرتك ممكن تستشيرني في ترد عليها في أي حاجة. حاضر. وفي سؤال تاني معلش هستأذن حضرتك يا فندم. اتفضل. حضرتك دلوقتي أنا مش متزوج وعندي 40 سنة وبراعي والدي في البيت عندي، لأن ما عنديش إمكانية إن أنا أتزوج. فأنا كنت قريت آية في القرآن ومن لم يجد نكاحا فليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. أنا عايز أعرف حضرتك تفسر لي ما معنى يعني يغنيه الله من فضله، عن طريق إيه يعني؟ يعني هل يغنيه الله من فضله يعني هل يعطيني إن أنا أقدر أتجوز، ولا هل حضرتك عارف إن الشيطان يعني بيوسوس لي كتير في حكايه الزواج ديت، اللي انا لسه ما اتجوزتش، وحضرتك عارف ان الشيطان بيوسوس البني ادم ازاي. فممكن حضرتك ترد لي برضك على السؤال ده بعد اذنك يا فندم. شكرا. شكرا يا استاذنا، وان شاء الله نجاوبك على الاسئله الخاصه بيك. اعود مره اخرى لنقاط الخاصه بصلاه الضحى. هنا يمكن الاحاديث حول عدد ركعاتها. قبل أن نجيب نذهب لأم محمود. تفضل يا أم محمود. يا أم محمود. ألو. حاولي تتواصلي مرة أخرى معانا. أم هاني تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت في حديث أو مقولة يعني مش حافظاها كويس. ما زال المؤمن في مجلسي مثلا يتعبد ما لم يحدث فيه. ايه المقصود بالحدث ده؟ هل نقض الوضوء والواحد يقوم يتوضا، ولا ايه المقصود بما يحدث فيه يعني؟ شكرا ليك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. هنستكمل النقاط الخاصة بحلقة اليوم لكن بعد هذا الفاصل. أستاذ فضلت نخرج هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود، لدينا العديد من النقاط، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا دائما معنا. الخطوات المتبعة في إن أثبت على ديني. رأي الدين في الناس اللي بتقول إن النقاب ده فرض. فضيلة الشيخ، عايز أعرف رأي الدين في الغش في الامتحانات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، بجد الترحيب أيضا بفضيلتك مرة أخرى. خلينا نبدأ بتساؤلات التقرير اللي في الشارع. يمكن السؤال الأول هنا، خطوات الثبات على الدين، ما هي هذه الخطوات؟ الثبات على الدين يقتضي مجموعة من الإجراءات، منها المواظبة على الطاعات، منها الصحبة الطيبة، الإنسان يعني يلتزم صحبة طيبة تعينه على الخير، منها الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، يبعد عن مواطن الفتن، منها أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بذلك وهو سيد السادات، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نعم. والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه إجراءات من إجراءات الثبات على الدين. نعم. يمكن السؤال الثاني هنا تتحدث عن الرد حول أمر الحجاب، فرض أم لا؟ هي سألت عن تغطية الوجه. احنا دلوقتي تغطية الوجه هذا من المسائل المختلف فيها بين العلماء. الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى أن عورة المرأة الحرة في الصلاة وخارجها سائر الجسد إلا الوجه والكفين، فعلى ذلك فالمرأة التي تريد أن تظهر وجهها لا حرج عليها ولا إثم، لا وعليه الفتوى. هي يمكن سؤالها كانت الرد على من يقول أن النقاب فرض. السؤال يمكن هنا الأخير في هذه الأيام، يعني أيام الامتحانات قادمة، والجميع يعني بيتحدث عن هنا الحيلة في الامتحان، يوم الامتحان يقرب المرء، فهنا بتتكلم الغش في الامتحان حكم الحيلة أنه يذاكر. أيوه، الغش حرام في الامتحان وفي غير الامتحان. نعم. ما عندناش الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف يقول إيه، ماذا يقول الحديث يا أستاذ رامي؟ قوله لي كده، الحديث المشهور. أنا بسألك لسبب. من غشنا من إيه؟ من غشنا فليس منه؟ من غشنا دي رواية. نعم. في رواية أخرى بقى، من غش فليس منه. من غش. نعم. محدش يظن إن من غشنا دي هنا ده الدارج على ألسنة هو حديث صحيح في صحيح مسلم اللي أنت بتقوله ده. نعم. بس أقصد مش هي دي الرواية الوحيدة. نعم. في ناس تقول لك من غشنا يعني إحنا إيه؟ إحنا مع بعض ما نغشش بعض، لكن ممكن إيه يعني أنا وابن عمي على الغريب. صحيح. والأصدقاء هنا بقى بيساعدوا بعض، وهذه الحيل يعني الغش حرام. نعم. يمكن هنا أعود مرة أخرى في للحديث حول صلاة الضحى، عدد ركعتها، التوقيت، ويمكن أتت الكثير من الرسائل الخاصة بهذا الأمر، فكرة إن هو كمان الوقت المسموح قبل الظهر بدقائق معدودة، ويمكن في حد ذكر 4 دقائق، ويمكن كمان فضلها هنا على الإنسان المصلي. طيب واحدة واحدة عليا. طيب عدد ركعتها، التوقيت، وفضلها. عدد ركعاتها. في حد أدنى وفي حد كمال. الحد الأدنى 2. نعم. زي ما في الحديث بتاع كل سلامة ده. نعم. ويغني عن ذلك كله ركعتها الضحى. والحد الكمال 8 ركعات، تصلي كل 2 بتسليمة. نعم. يعني ركعتين وتشهد وتسليمه، ركعتين وتشهد وتسليمه، ركعتين وتشهد وتسليمه. الحل الاوسط 6 ركعات. تمام؟ نعم. فاذا الحد الادنى 2 والحد الاقصى 8. ايه الشق الثاني بقى بتقول؟ ما توقيتها؟ توقيتها قلنا من بعد طلوع الشمس حتى برمح حتى قبيل الظهر بدقائق كده زي ما انت بتقول. مش 4 دقائق كما يقال. يعني مش بالضبط كده، بس يعني مش قبل الظهر مباشرة، يعني قبل الظهر بشوية 5 دقائق كده بتاع ما تنقطع عن الصلاة. نعم. يمكن هنا أتحدث عن فضلها، لكن أيضا الأمر بالأمر، يعني يذكر هنا حكم الزيادة في ركعات صلاة الضحى. لا احنا لا شوف يا سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي عبادات معينة هي لها عدد معين، مش مشروع إنك تزيد عن العدد. محدش يقول لي ده إيه زيادة في الخير. لا، زيادة في الخير إنك تفعل المطلوب. نعم. عايز تتنفل تنفل، لكن مش باسم صلاة الضحى ومش في وقت صلاة الضحى، لأن التوقيت ده مش مسموح به. نعم. مش مسموح فيه بالصلاة أصلاً. بعد صلاة الصبح ده مش مسموح فيه بالصلاة أصلا، صلاة الضحى دي استثناء. واخد بالك؟ فصلاة الضحى المشروع فيها من 2 ل 8. نعم. نذهب للإجابة على تساؤلات المشاهدين. مناصر هنا من الإسكندرية يعني تتحدث إن هي دايما بتقوم بأعمال المنزل فبتبقى مجهدة، فهنا في الصلاة يعني لا تستطيع القيام والركوع والسجود، فماذا تفعل هنا؟ كتر خيرك على أعمال البيت اللي أنت بتعمليها يا ستي. أنت بتقولي أنا بتعب من القيام في الصلاة. بنهج. النهجان مش عذر يخليكي تسيبي القيام، والنهجان مش عذر يخليكي. هنفترض انه عذر، هنفترض انه عذر. انا باجي اقف باجي اركع بدوخ، باجي اسجد بدوخ، ما اقعدش بقى. فهماني؟ يعني اللي انا مش قادر اعمله هو اللي انا ما اعملوش، مش اقوم من بابه كده اقوم قاعد عشان ما اتحركش كتير. فانت يعني قبل ما تخشي تصلي كده ايه، صلي بالراحه كده وبتاع، واللي تقدري تعمليه اعمليه، واللي ما تقدريش تعمليه، اللي ما تقدريش تعمليه ما تعمليهوش. يمكن او اعمليه بقدر الطاقه يعني. نعم. في اللي تقدر تعمله واللي ما تقدرش تعمله. هنا هي لا تستطيع القراءه والكتابه، فهي القراءه من المصحف صعبه شويه عليها، ماذا تفعل؟ تسمع. تسمعي من اذاعه القران الكريم في حاجه اسمها المصحف المعلم. المصحف المعلم ده ايه؟ يجي الشيخ الحصري رحمه الله يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت، تقوم انت تقول وراه. اطفال ترد. نعم. اطفال بقى وكبار واي حد. نعم. تبص تلاقي نفسك تكرري الكلام ده مره 2 3 10، تقومي تحفظي وتقري كويس وترددي كويس وهكذا. فالسماع والترديد مع المصحف المعلم ده ان شاء الله يكون بديل كافي، وليك الثواب بقدر نيتك. لان انت بتقولي انا لو انا بعرف اقرا ما كنتش سبت المصحف. فأنت متابعة على كده. نعم. يمكن هنا تتحدث عن أنها مطلقة، وهنا في بنت ما فهمناش السؤال. ما فهمناش السؤال قطع. يعني خلاص يبقى حتى أنا كنت براجعها فيه نعم. ما ردتش هي. نعم. يمكن ننتقل لأسئلة أم بسمة هنا، يعني بتقول إن هي بتصلي كل يوم ويعني مداومة يعني على الفروض، لكن هي بتقول إن هنا في مع كل فرض بتصلي من الفوائد. فمع صلاة الفجر قالت يعني نويت أصلي صلاة الصبح، فهل هنا لابد أن تذكر الفجر؟ طيب أمور. الأمر الأول الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر. نويت أصلي فرض الصبح تساوي نويت أصلي فرض الفجر. نعم. ماشي. نويت أصلي فرض صبح مما علي قضاء، نويت أصلي فرض فجر مما علي قضاء، ولا تفرق. أحمد هو الحاج أحمد. الله. أحمد هو الحاج أحمد. ماشي. تمام. طيب رقم 2 بقى، هي ما سألتش بس أنا هقول لها. بتقول لك والله يا مولانا أنا بصلي الفرايض وبصلي مع الفرايض فروض قديمة وكمان بصلي النوافل. نعم. أنا هنا عايز أقف معاها وقفة، أقول لها يا حاجة أم بسمة لو سمحتي لو تكرمتي ما تصليش نوافل. ما تصليش نوافل؟ ما تصليش نوافل، اقضي اللي عليكي الأول، اقضي اللي عليكي وخلصيه وبعدين ابقي صلي النوافل. ما يجيش أنا واجب عليا إن أنا أأدي أشياء لله فاروح ايه سايب الفرض واقعد متمسك بالسنه، ده خلل في الاولويات. نعم. اذا كنت هتصلي على مدار اليوم 8 ركعات مثلا من النوافل و12 ركعه نوافل، خليهم 12 ركعه من اللي عليك وخفيفي ذمتك كده بقى اول باول. شوفي انا عليا سنه، عليا 2، عليا 3، عليا 10، واعملي بيهم جدول كده وعلمي فيه وبتاع لغايه ما يغلب على ظنك ان انت قضيتي اللي عليكي والله يتقبل منا ومنك. نعم. حلفت بالله على بنتها فيما يخص عدم المذاكره، وهنا بتقول يعني الكفاره هل بد على يعني تمر على المساكين، ولا ممكن هي تعطي تخرج مال او تفعل اي امر في حق المساكين لكن دون ان تمر عليهم يعني؟ طب هي بتقول لا والله لو مذاكرتي هزعق لك. ها؟ فعندنا هنا حاجتين، الحاجه الاولانيه ان ده ممكن يكون لغو. اللغو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن يمين في الصورة لكنه مش منعقد، لانه مش مقصود. واحد معدي، اتفضل اتفضل عشاي، شكرا، والله لا تتفضل، انا مش قصدي احلف، ده انا ايه، ده تأكيد، ده اسمه ايه؟ لغو اليمين. لغو اليمين مخالفته ما يترتبش عليها كفار. نعم. فشكل اللي انت بتقوليه ده انه لغو يمين، لكن انا افترض انه مش لغو يمين. بتقول لها والله لو ما ذاكرت هزعلك، طب ما تزعقي لها وخلاص، طالما الامر في الايد يعني. ايوه يعني اقصى عليكي كده بصوت عالي كده، خلاص يبقى خلاص اليمين بتاعك راح. تمام. يمكن سؤالها الاخير هو يمكن الموضوع ما فيهوش تفسير شويه في فتاوى الناس للرؤى وغير ذلك يعني من الامور، لكن لو حضرتك حابب توضح لها في الموضوع ده شيء، رؤيه البحر. مش حابب مش حابب ليه؟ مش رخامه يعني. ما انا فاهم. لا انا فاهم انا فاهم. هي بتقول يعني هل ده معناه ان ما اعرفش والله والله انا ما اعرفش. لما تلاقي حد بيعرف يفسر المنامات بيقول لي عليه عشان ابقى اساله انا كمان. تمام. هنا يمكن استاذه او الحاج زينب من الاسكندريه، هنا عندها يعني 73 سنه، ربنا يديها الصحه يا رب. بتتكلم ان هي دايما تنسى الركعات، وكمان دايما تنسى انها قرات الفاتحه ام لا. الحاجه زينب عندها وسواس، وتنسى ايضا التشهد الاوسط. عندها وسواس، اللي انا سمعته ده مع سيده فاضله كريمه عندها وسواس. نعم. الوسواس ده بتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه ان انا اتجاهله، بس ما تلتفتيش اليه. الوسواس ده انا حكمت عليه ازاي انه في وسواس؟ انك بتقولي ده شيء متكرر ومسكني هنا ومسكني هنا ومسكني هنا، وسواس على طول. انما الطبيعي لو انا شكيت في اعداد الركعات حابني على اليقين، يا ترى انا صليت 2 ولا صليت 3؟ اللي انا متاكد منه ايه واللي انا شاكك فيه ايه؟ اللي انا متاكد منه الاقل اللي هو 2، يبني على الاقل، واللي شاكك فيه 3، فابني على الاقل واسجد للسهو. نعم. قبل السلام. انا نسيت التشهد الاوسط، الصلاه صحيحه حتى لو ما سجدتش للسهو لانه سنه مش نعم. واجب. مش عارف انا قلت الفاتحه ولا ما قلتش الفاتحه، يبقى الاصل انا ما قلتهاش. طب انا كل ما اخش الصلاه هي دي 2 ولا 3؟ هو انا صليت التشهد ولا ما صليت، قلت التشهد ولا ما قلتش التشهد؟ هو انا قلت الفاتحه ولا ما قلتش الفاتحه؟ لا، ده بقى ايه؟ وسواس قهري. وسواس القهري علاجه التجاهل، التجاهل التجاهل التجاهل. نعم، التجاهل تجاهل. تمام. وذكر الله والدعاء بان ربنا يصرف هذا، ويصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كتير كده، يوم يروح عنك كل الكلام ده في ظرف 7 ايام مش اكتر. نعم. الامر الاخر بقى بعيدا عن الوسواس، هنا ان هي مريضه سكر، ربنا يا رب يشفيها. بتقول طبعا في نزول مياه، او هي تشعر يعني دائما بهذا الامر، وهنا بعد فبتقطع الصلاه وتعود للوضوء مره اخرى. الانسان ما يتحركش الا اذا تاكد من حصول الحدث. وعلشان يا ستي انت تقطعي الموضوع ده قبل ما تصلي وقبل ما تتوضي، ابقي فضي المثانه. كل صلاه كده هتصليها فضي المثانه عشان تقطعي الايه؟ على الشيطان هذا السبيل الذي يضايقك فيه. نعم. أستاذ محمد من الغربية، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لك وللشيخ الفاضل. ربنا يبارك فيك، شكرا. في سؤال كده دايما بنسمع في مساجدنا حين يخطئ أحد المأمومين يقولوا له الإمام يشيلها. وهل الإمام بيشيل خطأ المأموم؟ وده السؤال. طيب. في سؤال تاني يا استاذ محمد؟ شكرا يا فندم. تمام. اشكرك شكرا جزيلا. اعود هنا مره اخرى ايضا في من ضمن التساؤلات استاذ احمد بيقول ان هو كان نائم، ولما استيقظ وجد نفسه حافظ ايات من القرآن لم يكن يحفظها من قبل. فيعني حكم ذلك، وهو ذكر ايضا هذه الايات. هو في تفسيرين، التفسير الاولاني إن الآيات دي مركوزة في عقلك الباطن، أنت سمعتها في التلفزيون، سمعتها في الصلاة، سمعتها في المصحف المرتل، في الراديو وكذا إلى آخره، فاستقرت في عقلك الباطن فظهرت وأنت مش مدرك. وإن ده على سبيل يعني الإكرام من الله لك، مفيش اي دلاله يعني، خلاص ما توقفش عند الموضوع. ايات ما كنتش حافظها لقيت نفسك حافظها، دي نعمه من عند الله، اشكر النعمه واستمر في حياتك. مفيش شيء يترتب على هذا يعني، لا سلبا ولا ايجابا. بشرى طيبه. قبل ان نجيب على بقيه تساؤلاته، استاذه منى من القاهره، اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. دي بنتنا منى بقى. بنتنا منى طبعا. اتفضلي. انا يا شيخ ليا سؤال. قولي يا حبيبتي. انا سؤالي بس ان انا بكون تعبانه ساعات والميه ساقعه فمش بقدر اصلي، هل ربنا ممكن يغفر لي ام لا؟ انت عندك كام سنه يا حبيبتي؟ عندي 9 سنين. 9 سنين مره واحده؟ طيب حاضر. حضرتك ممكن تجاوبها وهي معانا دلوقتي. ماشي حاضر. يعني يا حبيبتي ماشي. العفو. ماشي خليكي معانا برضو يا منى، فضيلة الدكتور هيجاوبك. احنا دلوقتي عاوزين يعني نصلي عشان ربنا يرضى عنا، فعلشان نصلي لازم نكون متوضيين. فالميه ساقعه، انا معاكي ان الميه ساقعه فعلا، نحاول ان احنا نستعمل شويه ميه سخنه صغيرين كده عشان السقوعيه دي تطير، فتبقى الميه فتره اقدر ان انا اتوضى بيها وابقى انا ما تعبتش من الوضوء، وكمان في نفس الوقت عملت الحاجه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب، اللهم امين. استاذ خليل، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا المدام بتاعتي الله يرحمها، ربنا يرحمها، يا ريت يا حاج خليل تسمعني من التليفون يكون افضل. طيب اتفضل. واخد بال سعادتك؟ اتفضل يا فندم. انا نصحتها تروح للدكتور اكتر من مره وهي رفضت. تمام. فجت حصل ان هي جت لها جلطه وودتها المستشفى وتوفت. يعني اخر مره ان انا نصحتها ان هي تروح لدكتور، فانا الذنب ده اخده ولا ايه؟ في استفسار من فضلك؟ لا. تمام. اشكرك يا حاج خليل. عندك اتصال اخر؟ سؤال اخر؟ شكرا يا حاج خليل. اعود مره اخرى، يمكن الاستاذ احمد بيتكلم ان هو غير متزوج ويعني يراعي الوالد، فهنا بيقول ان ربنا يغنيه من فضله، فمعنى ذلك او حكم ذلك يعني. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا يعني كلام الله سبحانه وتعالى. فالإغناء من الفضل هو في حق الأحرار، هو إن ربنا سبحانه وتعالى يجوزهم. يعني استعفف، كن عفيفا. عدم زواجك ده مش مسوغ ليك إن أنت ترتكب المحرمات. وليستعفف أمره الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لما ربنا بقى يغنيك من فضله وتستطيع إنك تجد متنفس في الحلال لهذه الرغبات الكامنة، يبقى ده آخر صبرك بقى. فإن شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى أنه يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك. اللهم آمين. هنا الحاجة أمة الله من الإسكندرية تتحدث هنا يمكن عن وفاة الزوج ويقوم بما عليه من أمور، يصلي ويقرأ القرآن وغير ذلك من الأمور الطيبة والحسنة، لكن تتحدث هنا من وجهة نظرها أن الوفاة ربما تكون أو الخاتمة صعبة كانوا في حالة جماع، فهنا تتحدث هل يعني وهي متأذية من هذا الأمر ودائما في حالة حزن وتيقظ يعني في قلق. ولا حاجة خالص، ولا تقلقي ولا تحزني ولا حاجة خالص خالص خالص. هو الرجل زوجك هذا رحمه الله مات على معصية علشان تبقي انت خايفة ان ده كان سوء الخاتمة؟ ده مات في طاعة. مات في ايه؟ في طاعة. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، او كانوا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم وفي بضع احدكم صدقة. فقالوا له يعني استغربوا، احنا هنثاب على علاقاتنا الخاصة بالزواج بزوجتنا؟ فقال لهم أرأيت لو وضعته في حرام أكنت تأثم؟ قال نعم. قال فكذلك تثاب إذا وضعته في حلال. أو يعني دي مش ألفاظ الحديث يعني، ده معنى الحديث يعني. فإذا الرجل كان في طاعة وشاء الله إن هو يموت وهو على هذه الحال، دي مش علامة على سوء الخاتمة ولا حاجة أبدا إطلاقا. فانت ادعي له بالمغفره والرحمه ورفعه الدرجات، وحطي في بطنك بطيخه صيفي زي ما احنا المصريين كده بنقول، يعني اطمني على الاخر. صحيح. بس هنا أستاذ محمد يمكن الاتصال انقطع لكن تواصل مع الكنترول يتحدث عن حكم تحديد النسل. هو يقول لك تقريبا القط من سؤاله ويقول عندي ولد وبنت وبعدين كمل مع الكنترول ان هو عاوز يعني يكتفي تقريبا بهذا يعني بهذه بالاولاد يعني اللي عنده. طب له ذلك. نعم. بالاتفاق مع الزوجه له ذلك. ام هاني هنا يمكن لم تذكر حديث او مقوله فهنا اللي بتقول يعني ما لم يحدث فيه المقصود منها هنا لابد من الوضوء. ما لم يحدث فيه. ده هي ده في حديث شريف يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري: الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. انت رحت المصلى، رحت عشان تصلي في المسجد وقاعد مستني الصلاة أو خلصت صلاة وقاعد، فطول ما أنت في المصلى وأنت على طهارة الملائكة تستغفر لك، تصلي عليك. يعني إيه؟ يعني اللهم اغفر له اللهم ارحمه. عملية استغفار الملائكة وترحمها على هذا الإنسان الكائن في هذا المصلى تنقطع إمتى؟ إذا أحدث، يعني إذا انتقض وضوءه بس. نعم. هنا أيضا في التساؤل من الأستاذ محمد بيتكلم هنا إن دائما الشائع في المساجد الأمر الخاص بالمأموم، فهنا يتحدث إن ما أي خطأ يأتي من المأموم يتحمله الإمام. لا، مش أي خطأ. في أخطاء إحنا قلنا قبل كده لما كنا في حلقات الصلاة إن المتروك من الصلاة إما ركن أو واجب، يعني وإما سنة وإما هيئة. فإذا كان المتروك هيئة أو سنة يتحملها الإمام، لكن إذا كان المتروك فرض أو واجب ما يتحملوش الإمام. واحد ما جابش ركعة من بابه، واحد ما سجدش سجدة من السجدتين، واحد ما قراش الفاتحة وكان مستطيع إنه يقرأها، وهكذا يعني. لا، دي ما يشيلهاش الإمام. إنما السنن يعني مثلا التشهد الأوسط تركه والقنوت في الصبح وكذا إلى آخره، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط، كل دي من السنن. لو تركها الإنسان يسجد للسهو. واحد ما عملهاش، الإمام متحمل عنه هذا، ما يطالبش بسجود سهو. نعم. هنا الحاج خليل بيتكلم طبعا عن الزوجة متوفية رحمها الله، فبيتكلم إن هو كان دائما ما ينصحها بالذهاب للدكتور، وهنا بيقول إن هو حس بذنب. ماذا نقول له؟ حس بذنب ليه؟ عشان هو نصحها للدكتور وهي ما سمعتش الكلام يعني. هو التداوي ليس واجبا على كل حال، وهو نصحها، بس كان المفروض يعني تجزم معاها شويه. بس انت يعني على جميع الاحوال انا مش شايف ان فيه يعني شيء يعني ممكن ان احنا نصف انه معصيه او كده، ما دام انت حاولت وما اثرتش معاها، انما هي اللي اثرت في حق نفسها رحمه الله عليها. نعم. في بعض يمكن الاسئله برضو ممكن نجاوب عليها من الاس ام اس. في يعني متصل بيقول انه في الصلاه خلف الامام بيبقى ما بيبقاش في مساحه انه يقرا الفاتحه، وهو دائما ما يرغب ان هو في قراءه الفاتحه، يبدا في القراءه ثم يقطع عندما يدخل الامام في السوره الثانيه. ماذا يفعل هنا؟ يقرا مع الامام، يقطع الفاتحه. السنه ان الامام يترك مساحه زمنيه بين الفاتحه وبين السوره، يسكت. السكتة دي اللي وردت في حديث سمرة بن جندب في سنن أبي داود. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتة، فبعض الأئمة ما بيسكتوش السكتة دي، ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم، يخش في اللي بعده على طول. اقرا معاه وهو بيقرا، مش ضروري إن أنت تنصت يعني، طالما هو ما ادكش مساحة تقرا فيها. اقرا معاه وهو بيقرا الفاتحة، اقرا معاه بعد ما يقرا الفاتحة، اقرا معاه وهو بيقول السورة. نعم. أذهب لأم محمد من الجيزة. اتفضلي يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرة الشيخ، لو أنا حد ظالمني وجاي عليا قوي وعايزة ربنا ينتقم منه وياخد لي حقي، لو أنا قرأت فيه سورة ياسين ينفع إن أنا أقراها فيه؟ أقراها إزاي ولا كم مرة؟ ولا مش فاهمة حاجة زي كده، ممكن حضرتك توضح لي أعمل إيه؟ عشان أنا بجد محروقة قوي من اللي حصل معايا. ممكن؟ تمام يا محمد، فضيلة الدكتور هيجاوبك لو حضرتك حابب تجاوب. يعني الدعاء على المظلوم مشروع، مش هنصادر على الناس مشاعرها الطبيعية، الانسان اذا ظلم بيتوجع وبيتالم وبيبقى عاوز ان هو يشعر ان هو يعني نفس عن نفسه، فبيرفع شكوى الى الله، ممكن يدعي على الظالم. ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. المظلوم ده بنقول للناس الافضل ما ندعيش على بعض، لكن ده مستوى عالي، يعني ما اقدرش يعني الزم الناس بيه، وما بقولش للناس ان الدعاء على الظالم حرام. طيب انا مش هقدر التزم بالمستوى العالي ده، بل هدعي عليه، خلاص ادعي عليه، يشرع لك الدعاء عليه ان ربنا ايه ينتقم منه او كذا الى اخره. هنا يمكن قراءة اتفضل قراءة ياسين بتسأل عنها، يعني ياسين لما قرأت له يعني مش عايزين ندل الناس بس على الحاجات دي، واخد بالك، لكن هي سورة ياسين لما قرأت له، فالإنسان إذا قرأ بنية معينة تحصل. نعم. لكن العفو عند المقدرة، نعم، لمن استطاع العفو يكون أفضل. نعم. أم محمد من المنوفية، اتفضلي يا فندم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ بس عن حاجة في الصلاة؟ معاك يا فندم، اتفضلي. طيب انا بصلي، بقرا باول ركعه بقرا بسوره البقره، والركعه الثانيه بقرا سوره الكرسي. ده صحيح ولا ايه يا شيخ؟ بتقرا البقره كلها في ركعه؟ لا مش كلها، الجزء الاولاني بس. طيب براحتك، انت حر. والركعه الثانيه ايه الكرسي بس، فاقرأوا ما تيسر منه، ربنا بيقول يعني كده. ايه الكرسي صحيح ان انا اقراها في الركعه الثانيه زي ما انت تحبي. طيب ماشي يا شيخ. أنا عندي ابني كان مريض كانسر، والله وكان كويس جدا الله يرحمه وطيب جدا، وبعدين كان بيتصل بشيخ في التلفزيون عشان يدعي له عشان كان بياخد كيماوي وكان بيتعبه جدا، وهو واقف بيتكلم في التليفون راح واقع ميت. ديت حسن خاتمة؟ إن شاء الله من حسن الخاتمة بإذن الله، رحمة الله عليه، ربنا يتولاه برحمته. ادعي له يا شيخ، ادعي له، وادعي لمراته والله عشان هي روح رجالها ورم في ثديها وعملت تحليلات وكده، ادعي لها كده ربنا يجيب التحليلات كويسه وما يكونش فيها اي حاجه. هتيجي كويسه ان شاء الله. سايب لي بنتي وولد توأم. لا طمني، ان شاء الله باذن الله التحليلات تيجي كويسه. والله الله يرحمه ويصبركم، ويعني ياخد بايد مراته ان شاء الله ويبارك في اولاده. اللهم امين يا رب العالمين. اشكرك يا ام محمد. فضيلة الدكتور أحمد ممدوح، شكر الله لك على كل هذا التوضيح والرد على تساؤلات المشاهدين. شكرا. الشكر أيضا موصول للأستاذ فتحي عادل، كان معنا مترجما للغة الإشارة خلال هذه الحلقة، والشكر بطبيعة الحال موصول لحضراتكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى الملتقى.